نظمنا اليوم الدورة 70 ضمن الدورة التكوينية لنادي الصحافة اللي يريده، واخترنا موضوع آني هو موضوع يتعلق بالتحول الرقمي، وبالخصوص الحكومة الإلكترونية أو التحول الرقمي للإدارة بصفة عامة. الرقمنة في الجزائر لأن فيها خطوات جد إيجابية قامت بها الجزائر في مختلف القطاعات لرقمنة الإدارة، فيه نقائص كذلك تحدث عليها. تكلمنا ما هو تعريف الحكومة الرقمية، ما هو أساسيات الحكومة الرقمية، مراحل الحكومة الرقمية، أنواع الحكومة الرقمية، كذلك تكلمنا على أهمية الحكومة الرقمية بالنسبة للمواطن، بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية، بالنسبة للتطور الوطن. دونك الحكومة الرقمية هي أساس أي تقدم اليوم.